يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أخذ قرضا ربويا واستثمره فماذا يفعل؟ نعم، رجل أخذ قرضا ربويا واستثمره فماذا يفعل بما اشتراه عن طريق هذا القرض، وماذا يفعل بالأرباح؟ يأخذ رأس ماله الباقي يضعه في مشروع ينفع العموم، ينفع الناس، كالمال الضائع الذي ليس له مالك. فما اكتسبته من الربا بعد التوبة إلى الله وعندك مال من الربا، الطريق أنك تضعه في مشروع عام يستفيد منه الناس وتتخلص منه، ويكون هذا مثل المال الضائع الذي ليس له مالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة، أما ما يظن بعض الناس يقول أنا بستمر بأخذ الربا وأصرفه في وجوه الخير والجمعيات الخيرية، هذا ما يجوز أنك تستمر على الربا والمعاملات الربوية، تقول أخذ الفوائد وأدفعها صدقات، هذا ما يجوز. ما يجوز تستمر على الربا، بل هذا للتائب الذي تاب وعنده أموال متوفرة، ماذا يصنع بها؟ تخلص منه.